حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية دعوات في عدن لتمكين أبناء المدينة من إدارة شؤونهم. شباب في ذمار أو شاب في ذمار يطلق النار على والده ويشكوه إلى مشرف ميليشيا الحوثي بالمحافظة. الدي دبليو وفي أخبارنا المنوعة رئيس أكبر بنك في ألمانيا يقترض من سائقه. أهلا بكم. تزداد حالة السخط لدى الأهالي في عدن حيث تم تهميشهم في مختلف جوانب حياة المدينة التي أصبحت تدار من قبل المقاتلين الذين يملؤون شوارعها وفقا لموقع عدن الغد. لقاء دولي يدعو لتمكين أبناء عدن من إدارة شؤون مدينتهم. وقال الموقع إنه على مدار 3 أيام اجتمع المعهد الأوروبي للسلام مع شريحة متنوعة من أبناء عدن للتباحث حول الوضع السياسي والأمني والخدمي في عدن وإيجاد توافق أولي يمكن البناء عليه للوصول إلى آليات عمل مشتركة للمساهمة في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار. وقال الموقع إن المشاركين أكدوا على تمسكهم بالهوية العدنية الجامعة والطابع المدني لعدن الذي كان وسيظل السمة الرئيسية للمدينة وأبنائها. وأفاد المشاركون أنهم لن يسكتوا وهم يرون مدينتهم تعاني انهيار الخدمات العامة والبنية التحتية وتدهور العملية التعليمية والصحية. وطالب أبناء عدن بإعادة تفعيل دور سلطات مؤسسات الدولة وإقرار مبدأ سيادة القانون وإعادة الاعتبار للدور الريادي لعدن ثقافيا ومجتمعيا وسياسيا واقتصاديا، وكذلك تمكين أبناء عدن من إدارة شؤون مدينتهم وإعطائهم الأولوية في المناصب وتمتعهم بحقوقهم السياسية والمدنية وكافة المجالات الأخرى وعدم قبول محاولة أي طرف ادعاء تمثيل أبناء عدن والتأكيد على أن لأبنائها بمختلف انتماءاتهم حق تمثيل أنفسهم والقبول بالمشروع الذي يعبر عنهم. أطلق رسام كاريكاتوري يمني حملة مصورة تكشف حقائق الحصار والمعاناة المفروضة على مدينة تعز منذ 5 أعوام وسط صمت محلي ودولي كبير تجاه هذه المعاناة التي يرزح تحتها أكثر من 5 ملايين مواطن يمني. وعنوان موقع بلقيس الفنان السامعي يدشن حملة فنية لفك الحصار عن مدينة تعز. وقال الموقع إن الفنان رشاد السامعي بدأ الحملة بعدد من الرسومات التي تحاكي واقع الحصار والمعاناة التي يعيشها السكان في المدينة. وفي الرسمة الأولى التي نشرت في 10 سبتمبر 2019 الجاري بموقع قناة بلقيس وتحت عنوان الطريق حياة، حيث تحاكي كيف أن الحوثيين يضيقون الممر العلاجي الرئيس لمدينة تعز منذ 5 سنوات. وأفاد الموقع رسائل كثيرة أوصلها الفنان السامعي إلى الداخل اليمني والخارج والعالم عن فداحة الحصار وما يخلفه من آثار وكيف يعطل حياة الناس، فهناك أسر لا تبعد المسافة بينهما سوى أقل من نصف ساعة بالسيارة، بينما الحصار المفروض على المدينة يجعلها من 8 إلى 12 ساعة وربما أكثر. قبل أكثر من 5 سنوات خرج الابن تاركا فصله الدراسي ومن يومها لم يعد. وقد كتب الأديب عبد الوهاب الحراسي مقالا عاتب فيه ابنه الغائب وسأله عن الغياب ومتى العودة ووعده بأن لا يسائله حتى أين كان. فهل يعود الابن؟ قناة بلقيس تنشر مقتطفات من رسالة الأب التي نشرها في صفحته الخاصة. وقال الأب: أين أنت يا ولدي؟ عرفت من أصدقائك أنك ذاهب إلى جبهة القتال، كيف ذهبت ولم تترك حتى رسالة بأنك ذاهب؟ أين أنت؟ في مأرب أم في شبوة؟ في عدن أم في دحج؟ في حرد أم في تعز؟ في البيضاء أم في ميدي؟ في حضرموت أم في نهم؟ لمن انضممت؟ لكتائب أبي العباس أم للجان الشعبية؟ للحزام الأمني أم للجيش الوطني؟ لقوات النخبة أم لقوات العمليات الخاصة أم لقوات التدخل السريع؟ كم هي كثيرة فئات الموت وفرق الهلاك يا ولدي الغالي؟ كم أنا يائس وضائع؟ كم أنا بائس وحزين؟ كم أنا يمني؟ أشعر وكأنني قد سرقت في الليل وقد سرقوا أغلى وأنفس ما أملك في الدنيا، سرقوك أنت مني.
18 يوما بعد 5 سنين وأنا أسأل عنك كل من له صلة بخاطف أو بلص، وكما هو حال اللصوص حين يكشف أمرهم فهم مهما استجديت لا يدلون على زميل لهم. أعرف أنهم يعلمونك فنون القتال وأنك ستذود عن وطنك وأرضك وإيمانك، والحقيقة غير ذلك. الحقيقة أنك واحد من مئات قتلوا ويقتلون وسيقتلون من أجل جماعات تحالفت مع أعتى شياطين العالم لتظفر بالحكم والسلطة والثروة، أو من أجل جماعات تحاول استردادهما، وهم كلهم يعرفون أن الثمن هو الوطن برمته، الأمة اليمنية برمتها. الحقيقة أنك تحضرت لحرب أخرجتك من المدرسة وقطعت راتب أبيك وأمك وحرمت أختك من الدواء وبيتك من الماء والكهرباء والطعام واللباس، فجعلوا مننا مجرد بطون خاوية مستعدة للارتزاق من أمراء الحرب، أولئك الذين يملكون كل المال والطعام وسيملكون كل شيء إلا الوطن. عد يا بني، عد. ليس جبناً أن تموت مع إخوتك جوعاً أو سدى أو تحت أنقاض الضربات الجوية. عد لتكون ضحية لا قاتلاً. عد لتكون شاهداً على تمزيق بلادنا لا مشاركاً فيه. عد ليروك بيننا كافراً أو خائناً أو عميلاً. عد ليخرسوك ويفتشوك ويلعنوك ثم يقذفوك. عد لتكون قادراً على كل العجز إلا عاجزاً، عن كل قدرة إلا على قتل أخيك اليمني. عد ليسمع العالم في صمتك ذوي خزيه، لا أن تسمع في صوته زيف نصرك. عد كي تنتزع شرعيتك من أيادي إيران والسعودية والإمارات لكي يفقدوا شرعيتهم في قتلنا وتمزيق بلادنا. عد وأقسم لك لن أضربك ولا أعنفك ولن أصرخ في وجهك ما حييت. أطلق مسلح حوثي الرصاص على والده جنوب صنعاء فيما قام باعتقال أفراد أسرته بتهمة الولاء للحكومة الشرعية، وفقا لموقع الصحوانيت الذي عنون في صفحته الرئيسية بتهمة الولاء للشرعية. مسلح حوثي يطلق النار على والده ويختطفه مع أفراد أسرته. وأوضحت مصادر محلية في محافظة ذمار للصحوانيت أن جميل يحيى حبشي البالغ من العمر 21 عاما أقدم على إطلاق عشرات الأعيرة النارية في اتجاه والده ذي 64 عاما في قرية حبشي بمديرية مغرب عنس. وذكرت المصادر أن المسلح الحوثي قام باستدعاء مشرف منطقة مغرب عنس القيادي أبو علي الموشكي لاعتقال والده وأفراد أسرته بتهمة ولائهم للحكومة الشرعية. واقتحمت عناصر الموشكي منزلهم واعتقلت الأب واثنين من أبنائه وتم نقلهم إلى سجن ضبة في مديرية مغرب عنس. وأشارت المصادر إلى أن جهود ووساطة قادها وجهاء وأعيان في المنطقة تدخلت للإفراج وحل القضية لكن قوبلت بالرفض. واشترط المشرف الموشكي والابن الحوثي على الأب ونجلي تعهدا خطيا بعدم موالاتهم للحكومة والبراء مما أسموه العدوان. اعتذرت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة لستروز أمام المحكمة عن خرقين التعهد بعدم ترخيص صادرات يمكن استخدامها في النزاع اليمني إلى المملكة العربية السعودية. وعنوان موقع البي بي سي السعودية: الحكومة البريطانية تعتذر عن بيع معدات عسكرية للمملكة بالخطأ. وكان وزراء الحكومة قد تعهدوا بوقف تلك الصادرات في يونيو الماضي بعد طعن تقدم به نشطاء أمام محكمة الاستئناف. وقالت تروس إن منح تراخيص لبيع قطع غيار لاسلكية بقيمة 435 ألف جنيه استرليني ومبردات هواء بقيمة 200 جنيه استرليني للقوات البرية السعودية كان غير مقصود. وفي رسالة إلى اللجان المعنية بمراقبة بيع الأسلحة قالت روس إن التحليل الروتيني للإحصائيات وجد أن رخصة تبريد الهواء لسيارة رينو صدرت بعد أيام فقط من صدور حكم محكمة الاستئناف بوقف التصدير إلى السعودية، كما أصدر ترخيص لتصدير 260 من قطع غيار أجهزة لاسلكية في يوليو. وقالت الرسالة إنه تم حتى الآن شحن 180 قطعة من هذا الطلب بقيمة تبلغ أكثر من 26 ألف جنيه استرليني. وقالت روز لقد اعتذرت للمحكمة دون تحفظ عن الخطأ في منح هاتين الرخصتين. الأمم المتحدة إذ تنعى نفسها. تحت هذا العنوان كتب المفكر العربي المعروف برهان غليون مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد.
لا يوجد أدنى شك في أن الأمم المتحدة لا تزال تقوم عبر منظماتها المتخصصة المتعددة بدور إيجابي كبير على صعيد التعاون الدولي في ميادين العمل والتربية والتعليم والصحة والقانون والتصحر والتنمية الزراعية والصناعية والتقنية، ولكنها تبدو ضعيفة بل خائرة القوى وفاقدة للصدقية في ميادين الالتزامات السياسية المتعلقة بالحفاظ على الأمن والسلام واحترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها. لا يمكن لعاقل ألا يشعر بالأسى والحزن على تضييع هذه المنظمة الدولية الكبرى هيبتها ورصيدها، ولن يكون لهذه الخسارة سوى نتائج كارثية على الحياة الدولية وبشكل خاص على الشعوب والجماعات الضعيفة التي تتعرض لأشكال مختلفة من القهر والاستبداد والعنف. فبغياب المرجعية السياسية والقانونية الجامعة والباعثة للأمل لن يبقى سوى طريق التطرف والعنف والانتقام، ولن يكون قتل الأمم المتحدة كما تفعل روسيا وإيران وغيرهم اليوم، بل سيكون إعلاناً عن تفكيك المنظمة الدولية والعودة إلى عصر الحروب المتعددة والمتقاطعة ونهاية عهد السلام العالمي النسبي الذي أتيح للبشرية في عقود معدودة بعد وضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، تحقيق إنجازات مذهلة ليس في ميادين التقدم العلمي والتقني والحضاري عموماً، وإنما أيضاً في ميادين التحرر الوطني لأكثر شعوب العالم والتحرر السياسي من سلطة الوصاية متعددة الأشكال الاستعمارية والسياسية والدينية والجنسانية معاً. وما يحصل في المشرق وفي سوريا بشكل خاص، حيث أصبح العنف اللغة الرئيسية للتواصل بين الأفراد والجماعات، والخراب والدمار والقتل المنظم للإنسان العاقبة الحتمية لتفكيك الدول والتحالفات، يقدم لنا نموذجاً حياً لعالم انهارت توازناته مع غياب أي مرجعية دولية مشتركة تحظى بالصدقية ومؤهلة للتدخل بطرق مختلفة لمعالجة التوترات وإيجاد التسويات الضرورية لدرء الحروب والنزاعات أو التخفيف من عنفوانها. نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالاً تشرح فيه كيف أن الهجوم على منشآت النفط في السعودية يكشف مخاطر اندلاع حرب الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط. وتقول الصحيفة إن السعودية كانت تعرف قبل الهجوم على منشآتها النفطية أنها عرضة للهجمات بالطائرات المسيرة، وأن المتمردين الحوثيين في اليمن دأبوا على إطلاق هذا النوع من الطائرات إلى جانب الصواريخ على المطارات السعودية ومحطات تحلية مياه البحر ومخازن النفط خلال الأشهر الأخيرة. وتذكر الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن مخاطر الطائرات المسيرة دفعت مؤسسات سعودية عديدة من بينها شركة أرامكو والمطارات إلى المطالبة أو مطالبة الولايات المتحدة وأوروبا بالمساعدة في التصدي لمثل هذه الهجمات، فقد كان المسؤولون متخوفون من الهجمات منذ بداية العام وسعوا جاهدين إلى البحث عن وسيلة تحميهم منها. لكن الهجوم على محطة تكرير النفط في بقيق وحقل خريص يبقى غامضا حسب الصحيفة، فقد أعلن الحوثيون الأحد أنهم استعملوا 10 طائرات مسيرة لضرب المنشآت النفطية، ولكن واشنطن اتهمت إيران التي تتهمها السعودية والولايات المتحدة بتهريب الأسلحة ومن بينها الصواريخ والطائرات المسيرة إلى الحوثيين في اليمن. وترى الصحيفة أنه في الحالتين أصبحت الطائرات المسيرة السلاح المفضل في الشرق الأوسط، ومع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران كثف الحوثيون حلفاء إيران في اليمن هجماتهم على السعودية. وتضيف أن الطائرات المسيرة رخيصة الثمن خفيفة الحركة يسهل عليها الإفلات من أجهزة المراقبة، لذلك فإنها تشكل تحديا كبيرا للسعودية وواحدة من أكبر الدول استيرادا للأسلحة. ويقول الخبراء إن نصب أنظمة الدفاع المضادة للطائرات المسيرة عملية معقدة ويصعب تجديدها مع التطور المستمر لتكنولوجيا هذه الطائرات وما يمكن أن تفعله، وهي أيضا باهظة الثمن وتتطلب برامج تشويش جوي وبرامج تحديد مواقع الطائرات ثم صواريخ لتدميرها في الجو. وحدة التراب الوطني قبل كل شيء وأي شيء، تحت هذا العنوان كتب علي العمراني مقاله الذي تنشره بلقيس مضيفا: بالقدر الذي يستحق الاحترام والمؤازرة الشعبية، السياسيون الأعزاء الذين برزوا مؤخرا وهم يصدعون بالرأي الذي يعبر عن كرامة اليمنيين وتطلعاتهم وحقهم،
فإنه يلزم أولئك القادة كما يلزمنا جميعاً إعطاء وحدة الأرض اليمنية أقصى التركيز والاهتمام بموقف وخطاب لا لبس فيه ولا تردد ولا تلعثم ولا تقلب. ونظراً للمخططات الإجرامية والتدابير والممارسات التي صارت واضحة في استهداف اليمن سيادة وكرامة وكياناً واحداً، فإن اليمن تحتاج الآن ومستقبلاً القادة الواضحين الواثقين من حق اليمن واليمنيين في أن لا يقسموا أو يقزموا، ويجب أن تبقى مسألة الحفاظ على وحدة الأرض اليمنية القضية المحورية الأساسية المرتبطة بالشرف والكرامة اليمنية قبل كل شيء وأي شيء. استهداف اليمن من قوى الخراب في الداخل والطامعين في الخارج لم يعد خافياً أو متوارياً، وإزاء ذلك يجب تبني موقف وخطاب وطني واضح وقوي تجاه مخططات وممارسات التقسيم والتقزيم الذي يستهدف اليمن الأرض والشعب. إن ممارسات ومخططات التفتيت والتقسيم تتجاوز خطر إجرام الكهنوت المتخلف في صنعاء، ولعل تمكين الحوثي من صنعاء في 2014 كان الغاية منه الوصول إلى تفتيت وتقسيم اليمن. لقد ظل الخطاب الوطني تجاه الوحدة والسيادة متردداً وضعيفاً ومتخاذلاً ومرتبكاً طيلة سنوات، حتى علت أصوات التفتيت وتمادي التخريب وأغري الطامعون، وأربك المشهد الوطني واستهتر بنا المتعجرفون وتمادى الطائشون، وحدث من الكوارث الكثير الذي نعرف، ومن ذلك ما حدث مؤخراً في عدن وبعض مناطق الجنوب بدعم من الإمارات. وإذا لم تعلن الإمارات موقفاً صريحاً واضحاً لتأييد وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وتتخذ من الإجراءات والتدابير ما يناسب ويؤكد ذلك، فلا يجوز بقاؤها في اليمن يوماً واحداً، بل إن وجودها في التحالف العربي من أساسه يعد خطأً استراتيجياً وتاريخياً يلزم تصحيحه بأسرع ما يمكن. كشفت الصحيفة الفرنسية عن مقاطع فيديو بثتها مجموعة من الصحفيين في موقع ديسكلوز بالتعاون مع التحقيقات في راديو فرنسا وموقع ميديا بارت الإخباري والموقع الهولندي لايت هاوس، تبرهن أن سفنا حربية فرنسية الصنع بيعت إلى السعودية والإمارات تستخدم حاليا في الصراع في اليمن. في 15 من أبريل عام 2019 اتهم موقع ديسكلوز دولة فرنسا بكذبة الدولة، ونشر مذكرة أي رسالة تتعلق بأسرار دفاعية تؤكد أن السعودية تستخدم سفينتين حربيتين في حصارها البحري على اليمن كانت قد اشترتهما من فرنسا ضمن صفقة بيع أسلحة تم التوقيع عليها عام 2003، وكذلك فرقاطة سعودية صنعت أيضا في فرنسا وتشارك في الحصار البحري. في المقطع الأول الذي يرجع تاريخه إلى أكتوبر 2015 تظهر السفينة الإماراتية الظفرة في مضيق باب المندب. هناك أيضا مقطع ثان بثته القناة السعودية سعودي 24 في أكتوبر 2017 تظهر الفرقاطة السعودية الدمام 816 هذه المرة بالقرب من ميناء الحديدة. في ضوء هذا تدافع فرنسا عن نفسها بالقول إن مسألة شروط استخدام الأسلحة يتم فحصها في وقت تقييم طلب الترخيص، وهي منحت على أساس المعلومات المتاحة وقت إجراء هذا الفحص. ومع ذلك وفقا لصحفي ديسكلوز أظهر تحقيقهم أن الموظفين المرتبطين بشركة الإنشاءات الميكانيكية النورمندية الفرنسية يضمنون صيانة السفن الحربية الإماراتية، وهناك شركة فرنسية أخرى تدعى نافال جروب كانت مسؤولة أيضا عن صيانة الفرقاطات السعودية بين 2013 ونهاية 2018. من منا لم يجد نفسه بحاجة إلى بعض المال ما اضطره إلى الاقتراض من صديق، لكن أن يحدث هذا مع رئيس أكبر بنك في ألمانيا أمر مستبعد، فما بالك باقتراضه المال من أحد موظفيه وبالتحديد سائقه. وفقا لموقع أدي دبليو رئيس أكبر بنك في ألمانيا يقترض من سائقه، وقال موقع أدي دبليو إن الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا مجموعة دويتشا بانك كريستيان سيفينغ اعترف بأنه اقترض لفترة قصيرة مبلغا ماليا من سائقه بعد اكتشافه أنه لا يملك السيولة الكافية لقضاء بعض الأمور العاجلة. وقال سيفينغ الذي يعد أحد أكبر الرؤساء التنفيذيين في العالم عن المبلغ المالي: لقد كان دينا قصير الأجل للغاية، لحسن الحظ كنت أمتلك المال لسداده. وفي
في مؤتمر صحفي نظمته جريدة راينشا بوست الألمانية، ألقى كريستيان سيفينغ الضوء على أوضاعه المالية الخاصة، مشيرا إلى أن أفراد أسرته يقومون بحوالي 95% من تعاملاتهم المالية والتجارية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، في حين أنه ما زال يتعامل بالوسائل التقليدية، وما زال يتعامل بشكل أساسي مع الفروع الحقيقية للبنوك. جدير بالذكر أن التعاملات المالية في ألمانيا صاحبة رابع أقوى اقتصاد في العالم ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على الأوراق المالية كوسيلة للدفع، كما أن الكثير من المتاجر الصغيرة والمقاهي لا تقبل بطاقات الائتمان. القرن العشرين العربي لم يكن أيديولوجيا، تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله المنشور في الشرق الأوسط. كثيرون سموا القرن العشرين قرن الأيديولوجيات، فيه تصارعت الديمقراطية مع الفاشية والشيوعية، كما تصارعت الفاشية والشيوعية. الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة كانتا أيضاً حربين أيديولوجيتين. كتاب الأكاديمي فواز جرجس صنع العلم العربي يخبرنا أن القرن العشرين العربي لم يكن كذلك. نزاع الناصرية والإخوان المسلمين ربما كان أكبر نزاعات ذلك القرن، مسرحهم امتد من مصر إلى العالم العربي. مع هذا ينجح جرجس في إقناعنا بأن الصراع على السلطة لا الأيديولوجية كان محركه الأساس. فعبد الناصر وسيد قطب لم يكونا على قطيعة أيديولوجية مبرمة، في قومية الأول شيء من الدين وفي تدين الثاني شيء من القومية. عبد الناصر أكد أن اشتراكيته مصدرها الإسلام، ولم يتردد إخواني سوري هو مصطفى السباعي في إصدار كتاب سماه اشتراكية الإسلام. الأهم أن عبد الناصر الشاب انتسب بينما انتسب إليه إلى الجهاز الخاص الإخواني، في حين لم يكن قطب الشاب بعيداً عن الوطنية المصرية. بين عبد الناصر والبعث شيء مشابه، البعثيون قالوا وحدة، حرية، اشتراكية، الناصريون قالوا حرية، اشتراكية، وحدة. الاثنان جعلا محاربة الاستعمار وتحرير فلسطين هدفين إلى جانب الثالوث المذكور. بين البعثين السوري والعراقي شيء مشابه، الحزبان حزب واحد أصلاً، خلافهما لم يفجر أي قضية من تلك التي فجرها نزاع الشيوعيين الصينيين والسوفييت. طبعاً كانت السلطة ما خرب علاقة عبد الناصر والإخوان والناصريين والبعثيين وبعثيي سوريا والعراق، لكن أيضاً يصح الأمر نفسه ولو بتعقيد أكبر في علاقة القوميين بالشيوعيين. حركة القوميين العرب انتقلت بدورها من خلطة ناصرية فاشية إلى ماركسية لينينية ما. موسكو من جهتها تبرعت للقاهرة بفتوى الطريق اللارأسمالية إلى الاشتراكية. الأحزاب الشيوعية العربية بدأت منذ أواخر الستينات تكثر التمييز بين القوميات المضطهدة والقوميات المضطهدة. الأفكار بذاتها لا تستحق الجهد، إنها للسلوى في الوقت الضائع. هذا يفسر أموراً كثيرة، منها أن الجميع واحد أمام ما يسمونه تحديات مصيرية. صور لخضروات عملاقة ربما لم تروا مثلها مطلقاً، نشرتها صحيفة الجارديان ونعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. لكل إنسان الحق في التعبير وقول وجهة نظره، هناك من يعبر بالكلمات والصور، وهناك من يستخدم الفن لنقل ما يعتقد، ومن بين هذه الفنون الكاريكاتير الذي أصبح أسلوباً لقول الكثير. مجموعة من الرسوم في الجولة الأخيرة لحلقة اليوم.
إذا مشاهدينا بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.